أولئك المقربون في جنات النعيم. فأنت آدم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إحسان أيكم من قدي سارعوا إلى نار قدي يا جن جنة لما قنيت والسابقون السابقون أولئك المقربون إسكا يوم القيامة كنوا الله أكبر الله تنقركم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بند آدم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إحسانكم إلى مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودي تكبراتكم ديهم يتوددتكم ودي حاني تيوب بيت سوتش بمولو سلام سلام بيالو اندمن اللاتكم بيالاتكم بتي الله سلامنا أزلت بنان تلايسفن. زاري ليت يالت إياك إيجي اللاتكم متشالو ونت لمنا قريهن انت إياك إيما اللاسبت أنكو بزنو اتشي دنك سيت مانات አባቷ ነብይ ባሏ ነብይ ልጇ ነብይ ወንድሟ ነብይ የሆነ ሴት ማን ትባላለች? ሁላችሁም ተሳተፉበት። አባቷ ነብይ ባሏ ነብይ ልጇ ነብይ ወንድሟ ነብይ የሆነች እቺ ምርጥ ሴት ማን ትባላለች? ሁለተኛ ጥያቄ 100 ዓመትን ከሞተ በኋላ ሕያው ያደረገው እንስሳ ማን ነው? አላህ አዘ ወጀል 100 ዓመትን ከሞተ በኋላ ሕያው ያደረገው እንስሳ ማን ይባላል? ኤን ሁለተፉበት። እውነት ለመናገር በጣም ድንቅ የሆነ ጥያቄ ነው። ሁላችሁም እንደምትሳተፉት ምንም ጥርጥር የለኝም። በተለይ እቺ ድንቅ እንስት ጀግና እንስት ማን ናት? አባቷ ነብይ ባሏ ነብይ ወንድሟ ነብይ ልጇ ነብይ የሆነች ድንቅ እንስት ማን ትባላለች? ሁላችሁም በኮሜንት አስቀምጡ። በታች በኩል አያዋለሁኝ። ከዛ ኮሜንታችሁ አይተን ደሞ የመለሰን እንነግራለን እንመልሳለን። እንዲሁም ደሞ ጥያቄውን የጥያቄው ምላሽ ደሞ የእናንተ ኮሜንት ካየና ምላሹን የምንሰጥ ይሆናል። ሁላችሁም ተሳተፉበት። ምርጥ ምርጥ ጥያቄ ነው። መልካም ተሳትፎ ይሁንላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱሁ።